عليكم ورحمة الله وبركاته. استكمالا لمحاضراتنا في دبلومة المحاسبة الضريبية الفرقة الثانية والتي تتعلق في هذا العام موضوعاتها بالفرق بين المعايير المحاسبية والمعيار الضريبي، تناولنا من قبل معيار عرض القوائم المالية، والآن نتناول مع الأثار الضريبية لتطبيق المعيار المحاسبي المصري رقم 8 عقود الإنشاءات أو عقود المقاولات. مفهوم عقود الإنشاءات أو عقود المقاولات هي عقود يتم إبرامها خصيصا لإنشاء أصل أو مجموعة من الأصول التي ترتبط ببعضها أو تعتمد على بعضها البعض من ناحية التصميم أو التقنية أو الوظائف أو الغرض أو الاستخدام النهائي لها. خصائص نشاط المقاولات وما يتعلق به من مشكلات محاسبية: أولا، طول فترة تنفيذ العمليات والتي تمتد أكثر من سنة مالية وما يرتبط بها من مشكلات تتعلق بكيفية تحديد الأرباح الناتجة عن الأعمال التي لم تنفذ بالكامل. 2، الاختلاف في نوعية الأنشطة وما يرتبط بها من مشكلات تتعلق بتصميم النظام المحاسبي ونظام محاسبة التكاليف. 3، إسناد بعض الأعمال إلى مقاول الباطن وما يرتبط بها من مشكلات تتعلق بتحديد قيمة الأعمال التي قاموا بتنفيذها خلال الفترة المحاسبية. 4، ضعف السيولة وما يرتبط بها من مشكلات تتعلق بتصميم نظام محاسبي يمكن من حصر التدفقات النقدية الواردة للشركة لسداد التدفقات النقدية المستحقة عليها والتي تعتبر من التدفقات النقدية الخارجة. 5، مخاطر تنفيذ العمليات نظرا لطول فترة تنفيذها وما يرتبط بها من مشكلات تتعلق بتغير أسعار عناصر تكاليف التنفيذ المحددة مسبقا. المعالجة المحاسبية لإيرادات عقود المقاولات: حدد المعيار المحاسبي الخاص بعقود المقاولات الإيراد المحقق وفقا لطريقة تسمى طريقة نسبة الإتمام، وقد أورد المعيار أنه يمكن حساب نسبة الإتمام بأحد الطرق التالية: أولا، نسبة التكاليف المنفقة. المعالجة الضريبية لإيرادات عقود المقاولات حددت المادة 21 طريقة احتساب نسبة الإتمام من خلال نسبة التكلفة المنفقة على العمل المنجز حتى تاريخه إلى إجمالي التكاليف المقدرة للعقد كله، أي أنها اتفقت مع المعيار في تحديد نسبة الإتمام وفقا لأول طريقة من الطرق المحاسبية التي إجابة حالة عملية صفحة 93. الحالة بتتعرض إلى أحد شركات الأموال التي تعمل في نشاط المقاولات والتي أبرمت عقد مقاولة محدد السعر ب 12 مليون جنيه مدته 4 سنوات تبدأ من عام 2007 وتبلغ التكلفة المقدرة للعقد كله 10 مليون جنيه، وفي عام 2007 بلغت التكلفة الفعلية 3 مليون جنيه ودي التكلفة التي أنفقت بالفعل، وأدرجت الشركة ضمن قائمة الدخل في عام 2007 إيرادات المبيعات بمبلغ 3 مليون جنيه والمطلوب المعالجة الضريبية لهذا الموضوع. أولا، هنحسب إيرادات السنة بتاعة 2007 علشان نشوف هل المنشأة أو الشركة قامت بالتسجيل بشكل سليم أو لم تقم بالتسجيل بشكل سليم. أولا، نسبة الإتمام تبقى التكلفة الفعلية المنفقة اللي هي تمثل 3 مليون إلى إجمالي التكاليف المقدرة 10 مليون في 100 هتساوي 30%. إيراد السنة الأولى عبارة عن قيمة العقد ككل 12 مليون في نسبة الإتمام 30%، طبعا ديت أول سنة فما فيش إيرادات لأي سنوات سابقة، هتديني 3 مليون و 600 ألف جنيه. المعالجة الضريبية: الشركة سجلت في العام ده إيراد المبيعات مبلغ 3 مليون جنيه، والمصلحة الخاصة بالضرائب بتعترف بالإيراد الخاضع للضريبة ب 3 مليون و 600 ألف جنيه، وبالتالي يوجد نقص يمثل 600 ألف جنيه يضاف إلى الربح الخاضع للضريبة. إجابة حالة عملية صفحة 97. اداني احد العقود التي ابرمتها شركة المقاولات خلال عام 2005 قيمة العقد ب 10 مليون جنيه
والتكلفة المقدرة للعقد 8 مليون جنيه، واداني الثلاث سنوات الخاصين بالعقد 2005 و2006 و2007. بالنسبة لكل سنة حدد لي التكلفة المنفقة حتى تاريخه والتكلفة المقدرة لإتمام التنفيذ وقيمة المستخلصات اللي هي الإيراد اللي سجلته الشركة خلال العام. بالنسبة للسنة الأولى 2005 التكلفة المقدرة لإتمام التنفيذ كانت 600 ألف أو 6 مليون جنيه، وتكلفته المنفقة حتى تاريخه 2 مليون جنيه اللي هم يمثلوا التكلفة المقدرة لإتمام العقد اللي هي 8 مليون جنيه. نبدأ أولا في عام 2005 بتحديد نسبة الإتمام. التكلفة المنفقة 2 مليون إلى إجمالي التكلفة 8 مليون هيديني نسبة الإتمام 25%، وبالتالي بيكون إيراد عام 2005 قيمة العقد 10 مليون في نسبة الإتمام 25%، 2 مليون و500 ألف جنيه. الشركة قالت إن المستخلصات أو الإيرادات اللي جات لها خلال العام وسجلتها 2 مليون جنيه، والمصلحة زي ما احنا شايفين بتعترف بطريقة نسبة الإتمام أن الإيراد الخاضع للضريبة 2.5 مليون جنيه، وبالتالي يوجد نقص 500 ألف جنيه يضاف إلى الربح الخاضع للضريبة. أما بخصوص عام 2006 فالشركة حددت أن التكلفة التي أنفقت فعليا 5 مليون جنيه، والتكلفة المقدرة لإتمام التنفيذ 4 مليون جنيه، أي أن إجمالي التكاليف 9 مليون جنيه، أي أن التكلفة المقدرة لإتمام العقد اللي كانت محددة في 2005 ب 8 مليون تم تغييرها في 2006 إلى 9 مليون، وبالتالي فإن نسبة الإتمام هتبقى التكلفة الفعلية 5 مليون إلى إجمالي التكاليف 9 مليون في 155%. نسبة إتمام السنة الثانية اللي هي 2006 لوحدها هتبقى عبارة عن 55% ناقص نسبة إتمام السنة اللي قبلها 25%، يبقى معنى كده هو إن 2006 أتمت العمل بنسبة 30%، وبالتالي فإن الإيراد الخاضع للضريبة هيبقى قيمة العقد 10 مليون في 30% هيديني 3 مليون. المستخلص بيقول إن الشركة سجلت 2 مليون جنيه، وبالتالي فإن الشركة سجلت إيراد ب 2 مليون جنيه، والمصلحة تعترف بالإيراد الخاضع للضريبة 3 مليون جنيه وفقا لنسبة الإتمام، فيوجد نقص مليون جنيه يتم إضافته إلى صافي الربح. أخيرا عام 2007 بلغت التكلفة المنفقة فعليا 9 مليون جنيه، ولا يوجد تكلفة مقدرة لإتمام التنفيذ لأن العقد كده هوت هيبقى انتهى الثلاث سنوات الخاصين بيه، والمستخلصات اللي تم الحصول عليها 5 مليون جنيه. نحسب أوان نسبة الإتمام. التكلفة الفعلية المنفقة 9 مليون إلى إجمالي التكلفة 9 مليون، نسبة الإتمام 100%. نسبة الإتمام السنة الثانية السنة الثالثة على حدة هتبقى 100% ناقص 55% السنة السابقة ليها اللي هي 2006، فنسبة الإتمام هتبقى 45%، وبالتالي إيراد عام 2007 هيبقى قيمة العقد اللي هو 10 مليون في 45% 4 مليون ونصف جنيه. الشركة في العام ده سجلت المستخلصات ب 5 مليون جنيه، والمصلحة بتعترف بالإيراد الخاضع للضريبة 4.5 مليون جنيه، يبقى بالتالي هيوجد زيادة عند الشركة بنصف مليون جنيه تخصم من الربح الخاضع للضريبة.